شي زيت باش ديروا لينا كوبا. ما خديتوش وما غناخدوش. انا ضد اللقاح لانه سريريا غير مؤكد. ايام بنتي طهدوا عليا في المدرسه، حبسوا بدا كيقولوا لها حقه التلقيح حقه التلقيح. انا بنتي ما بغيتش ندير لها التلقيح، حريه شخصيه ما بغيتش ندير لها التلقيح وصافي. مريضه ولا ما مريضاش هذا كيبقى الشان ديالي، بنتي حره فيها كيف ما انا حره في راسي. انا خرجت نهار الحد اجهدوا المظاهره، قلنا معليش مشينا. ذاك النهار انا اول يوم كنمشي للبنكه يوميا، عندي اجراءات في البنكه تقريبا نهار نهار لا. مشيت سدوا عليا الباب، قال لي ذاك الحارس والله لا ما جيتي تلقيح لا دخلتي، فهمتي؟ يعني انا عندي شيكات خاصني ندخلهم، عندي سميت وعندي اكان جوج، حاطه فلوسي فلوسي تيستغلوا البنكه وحاطه وما نايمني على فلوسي. علاش؟ لا هادي هاد الايام انا تنسمعوا ان التلقيح اختياري، اختياري كل واحد سوقه، كل واحد من حقه يمشي يلقح ما يلقحش ماشي سوقه، هذاك الداد ديالو جسمه تعرف شنو فيه. الانسان طبيب نفسي، طبيب نفسه تعرف شنو داتو شنو فيها. انا بنتي عندها مريضه بنسلين ما تقدرش ديرها، علاش غنمشي ندير لها فاكسان؟ علاش تموت قدامي يبقى ذنب عليا؟ الا كانوا يسنيو ليا هما يسنيو يسنيو الدوله تسني ليا تقول لي انا راه لا مشيت تلقحش. حنا معاك، حنا غنقوموا بالواجب. الا وقعت لك شي حاجه ديك الساعه تنحملها لوزاره الصحه اولا والحكومه ثانيا. قانون قانون يكون رسمي، يكون مشرع في القانون في البرنامج وماشي بحال كلشي عشوائي. اللهم انا هذا منكر، وعندي حريه في التلقيح وعندي حريه في عدم التلقيح. كوني من الخدمه انا اش من حق؟ يقول لك سير جيب الجواز باش ترجع تخدم. انا خارج هنا باش نهضر على ولادكم، باش نهضر عليكم انتوما. ماشي مشكل، حنا ماشي ضد التلقيح، حنا ضد الجواز التلقيح. غير الدوله لانه كيسلب الحريات. الناس اللي مرضت ولا وقعت لها شي حاله تحمل المسؤوليه ديالها. هذا الشيء ماشي مشكل، مشيو دابا كاملين تلقحوا، لكن بشرط واحد، الدولة تحمل المسؤولية ديالها. الناس إلا مرضت ولا طرات لها شي حاجة هي تحمل المسؤولية. دابا كامل نمشيو نتلقحوا، تعطينا الدولة المسؤولية ديالها في هذا الشيء هذا. إلا وقعت لبنادم شي حاجة هي تحمل المسؤولية ونمشيو كاملين نتلقحوا، من غير هكا لا، تيتلقحوا هما كاملين بعدا.